الكلام اللي قدامك دلوقتي هو اكتر خبر مرعب خلال ال 24 ساعة اللي فاتت، وبيمثل التنبؤ الاول بنسبة صحة وصلت ل 100% لاقوى زلزال ضرب تركيا وسوريا لاول مرة في التاريخ، بقوة وصلت ل 7.8 من 10 ريختر ولمرتين على التوالي خلال اقل من 9 ساعات. بل خليني اقولك ان صاحب التويتا اللي بتشوفها دلوقتي مش دجال او مدعي قراءة المستقبل، بل هي نظرية جديدة للعالم الهولندي فرانك هوجربيتس اللي اعلن عنها يوم 4 فبراير 2023، يعني قبل حدوث الزلزال التركي المدمر بحوالي 46 ساعة مش اكتر. وعشان تتخيل معايا الصدمة اللي فيها الوسط العلمي حاليا، فالتويتا جمعت ما يقارب ال 40 مليون مشاهدة في اقل من ساعات، لكن للأسف بعد حدوث الكارثة، واللي كان بالفعل ممكن تفاديها تماما لو انتشرت الورقة البحثية الجديدة اللي اعلن عنها من ساعات. انا عايزك تتخيل ان العالم توقع مركز البؤرة الزلزالية بالاضافة للقوة بمنتهى الدقة، وصرح ان السبب الرئيسي للزلازل المتوقعة في المكان ده بالتحديد هي بسبب موقع القمر والكواكب وتحديدا كوكب اورانوس. والغريب انه دعم كلامه بورقة بحثية عليها خلاف كبير جدا من معظم المجتمع العلمي، الا ان حدوث الزلزال في نفس المكان المتوقع وبنفس القوة قلب كل الموازين 180 درجة. بل ان المرعب اكتر ان الزلازل بالقوة المرعبة دي وطبقا لتصريحات العالم فرانك هتتكرر خلال الايام اللي جاية وبنفس القوة التدميرية وفي نفس المكان، لان حرفيا البحر المتوسط في وقتنا الحالي من تاريخ كوكب الارض موجود بالفعل فوق شقوق عميقة بتفصل بين صفائح صخرية عملاقة بتتسمى بالصفائح التكتونية، عشان تنضم دول منطقة البحر المتوسط رسميا وبتكرار الزلازل المدمرة لمنطقة الحزام الناري الجديد. الحقيقة ان اللي هتسمعه النهاردة هيكون غريب جدا، لاننا للمرة الاولى هنقدر نتنبأ بالزلازل العملاقة قبل حصولها بساعات قليلة. لكن قبل كل شيء اتمنى السلامة لأهلنا واصدقائنا في سوريا وتركيا وكل البلاد العربية. لكن لو بتشوفنا للمرة الاولى ما تنساش الاشتراك في القناة او دعمنا بالسوبر سانكس من زرار القلب تحت الفيديو، واللي فعلا بيدعمنا للانطلاق في رحلات جديدة وعظيمة بين النجوم. ولو استمتعت برحلتنا الكونية ما تنساش اللايك. جاهزين؟ يلا بينا. الزلازل حاليا بقت بتحصل بشكل متكرر وبمعدل غريب جدا، وفرصة ان زلزال يتكرر في الطبيعي بنفس القوة التدميرية او اعلى خلال وقت قليل نسبيا يعتبر نسبة قليلة جدا، وده اللي يزود من غرابة اللي بيحصل دلوقتي في منطقة البحر المتوسط، لان خلال اقل من 30 يوم ضربت الزلازل تقريبا معظم الدول العربية بالاضافة لجنوب اوروبا اكتر من مرة بقوة بتتخطى 5.5 ريختر، واللي يعتبر رقم خطير جدا على المباني اللي اغلبها بيتم بنائها بالطرق التقليدية. لكن خليني الاول اقولك على معلومة مخيفة شوية عشان تتخيل معايا مقدار قوة زلزال تركيا. فمقياس ريختر هو مقياس متضاعف، بمعنى ان كل نقطة على المقياس هي 10 اضعاف النقطة السابقة، فالزلزال بقوة 7 ريختر هو 10 اضعاف زلزال قوته 6 ريختر، و5 ريختر هو 100 ضعف زلزال قوته 3 ريختر. فلك ان تتخيل تأثير زلزال فجر 6 فبراير في تركيا وسوريا اللي قام بقوة 7.7 ريختر، وانطلقت منه طاقة وصلت لألف ضعف الطاقة اللي انطلقت وقت زلزال مصر سنة 1992، واللي كانت قوته وقتها 5.9 ريختر فقط لا غير. لكن قبل ما نعرف مع بعض ازاي العالم الهولندي نجح في التنبؤ بمنتهى الدقة بمكان وقوة زلزال تركيا، خلينا الأول نعرف الزلازل بتحصل ليه وازاي. تشبيه الزلازل بالظبط زي ألعاب البازل اللي بتكون عبارة عن لوحة وانت بتجمع اجزاء منها جنب بعضها، لان ده بينطبق على القشرة الارضية لكوكب الارض اللي بتتكون من حوالي 7 قطع عملاقة متداخلة مع بعضها باسمها العلمي الصفائح التكتونية، ودايما بتكون في حركة مستمرة اثناء طفوها على الطبقات اللي بتكون الوشاح تحتها او المانتل لكوكب الارض، واللي يعتبر المصدر الرئيسي لللافا او السهارة المنطلقة في كل البراكين على مستوى الكوكب بالكامل. لكننا وبالرغم من كل ده المفروض ما نحسش بحركتها خلال حياتنا العادية، لأنها بتتحرك بسرعة بطيئة نسبيا بتكون من حوالي 1 لـ20 سنتيمتر كل سنة. لكن الكارثة كلها تبدأ لما الصفائح العملاقة أو الأصغر منها في الحجم تحتك ببعضها أو تتصادم، وتبدأ ساعتها تحصل الزلازل، وساعتها كل الدول القريبة من مكان التداخل أو الاحتكاك اللي حصل في أعماق الأرض تحس بالزلزال، وكل ما يكون الاحتكاك أكبر وأقوى تكون قوته التدميرية أعلى وأعلى، وساعتها تبدأ
تظهر أهم قراءة في أكتر الأوراق رعباً خلال اليومين دول، وهي قراءة العمق في بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان في مصر. فلو ركزت أكتر هتكتشف إن الزلزال الأول اللي حصل الفجر انطلق من عمق 18 كيلومتر تقريباً من سطح الأرض، أما الزلزال الثاني اللي حصل بعده بتسع ساعات كان على عمق 10 كيلومتر تقريباً من السطح. وساعتها نوصل لأهم سؤال، ليه تركيا بالتحديد هي اللي اتضربت بأقوى زلزال في القرن الواحد والعشرين؟ الحقيقة إن إجابة السؤال ده هي إجابة محزنة ومرعبة في نفس الوقت، لأن تركيا لحظها السيء موجودة على صفيحة الأناضول التكتونية اللي بتتأثر بصفيحة أوراسيا والصفيحة العربية، اللي بيدفعوا بعض وبياخدوا معاهم صفيحة الأناضول الأصغر في الحجم ويحركوها كلها لاتجاه الغرب، وده بالإضافة للدفع اللي بيأثر عليها من اتجاه الجنوب من صفيحة أفريقيا التكتونية، ويخلي تركيا بؤرة نشطة لحصول الزلازل في المستقبل بدرجة أعلى من أي وقت في الماضي. وأكبر دليل على كده هو إن ما بين الزلزال الأول والزلزال الثاني اللي فصل ما بينهم حوالي 9 ساعات كاملة حصل ما يقارب الست توابع زلزالية بتزيد قوتهم عن 6 ريختر، وده للأسف يعتبر من النهاردة شيء طبيعي جدا نتيجة للتداخل الرهيب بين عدد كبير نسبيا من الصفائح التكتونية العملاقة. دلوقتي احنا جاهزين اننا نعرف سبب التنبؤ الغريب للعالم الهولندي فرانك هوجربيتس، اللي بيقولك ان لو منطقة تعرضت لأربع زلازل بقوة 7 ريختر او اكتر خلال ال 200 سنة في الماضي، فحيكون احتمال حدوث زلزال جديد بقوة 7 ريختر في ال 50 سنة اللي بعد ال 200 سنة هو 50%. لكن السبب الغريب اللي اعتمد عليه دكتور فرانك هو التغيرات اللي تم رصدها في نظامنا الشمسي يوم 4 و5 فبراير اللي فات، لأن طبقا لتصريحاته فالتغيرات اللي حصلت ليها تأثير على طبقات كوكب الأرض، بل إن دكتور فرانك ما وقفش لحد هنا وبس، بل أكد على هزة أرضية عملاقة هتحصل خلال الأيام اللي جاية في وسط تركيا والمناطق القريبة منها. لكن بغض النظر لو كانت نظريته صح ولا لأ، فعايز أقولك إن معظم الكائنات الحية بتتنبأ بالزلازل بشكل طبيعي جدا يمكن من قبلها بأيام. فمثلا في دراسة تم نشرها سنة 2010 إن 96% من ذكور الضفادع هجرت من مناطق معيشتهم بالقرب من لاكويلا في إيطاليا قبل 5 أيام من الزلزال اللي ضرب نفس المنطقة، والباحثين مش متأكدين تماما من الطريقة اللي قدرت بيها الضفادع إنها تتوقع الزلزال من قبل حدوثه بأيام مش مجرد لحظات. لكن يعتقد إنهم بيقدروا يكتشفوا العلامات الدقيقة اللي بتحصل دايما قبل وقوع الزلازل، زي إطلاق الغازات المضغوطة والجسيمات المشحونة من باطن الأرض. لكن خليني أسألك سؤال مريب شوية، مش غريبة برضو إن زلزال تركيا الجديد يتم التنبؤ به بالطريقة الغريبة دي من عالم يعتبر غير مشهور على مستوى العالم ومعتمد على ورقة بحثية غير مقنعة ل 99% من المجتمع العلمي؟ أنا عايز أقولك إن نتيجة السؤال ده انتشرت نظريات المؤامرة بإن الزلزال الجديد هو بالفعل نتيجة اختبار سلاح جيولوجي أو حتى انفجار تجربة نووية خرجت عن السيطرة، واللي فعلا هتكون قادرة على إحداث الزلازل المدمرة في أي مكان على مستوى الكوكب بالكامل. لكن الحقيقة إن مفيش دليل مؤكد بيأكد الكلام ده على الإطلاق، وبالرغم من تطور الحضارة البشرية تكنولوجيا بدرجة رهيبة جدا، إلا إننا حتى الآن غير قادرين على التحكم في قوى الطبيعة زي الزلازل والبراكين. لكن بالرغم من كل الكوارث اللي حصلت بسبب الزلازل على مر التاريخ والمدن اللي حرفيا اتبلعت في قلب الأرض في ثواني معدودة، إلا إن الزلازل هي ظاهرة طبيعية ومهمة جدا لكوكب الأرض، لأنها السبب الرئيسي في ظهور مصادر المية العذبة من تشققات الأرض اللي بتحصل خلالها، بالإضافة إنها بتكون العامل الرئيسي لتفريغ قوة الضغط الرهيبة للغازات والحمم البركانية، وبتمنع انفجارها المفاجئ وتدمير القشرة الأرضية الخارجية وبالتالي نهاية الحياة على كوكب الأرض. ونوصل لأهم جزء من رحلتنا النهاردة، وهي أعمل إيه لما يحصل زلزال دلوقتي حالا. أول حاجة تعملها إنك تدور فورا على ترابيزة أو منضدة كبيرة وانزل تحتها، وما تطلعش غير لما الزلزال ينتهي تماما ويمر دقايق عن آخر هزة حسيت بيها، وما تستخدمش الأسانسير أو المصعد بأي حال من الأحوال، وافصل كل الكهرباء وخطوط الغاز لو تقدر تتصرف بسرعة. وأخيرا لو كنت ساكن في منطقة ساحلية فحذري تقرب من السواحل أو الشاطئ
الشاطئ على الأقل في أول 12 ساعة بعد الزلزال، لأن من الممكن جدا تحصل موجات تسونامي عملاقة لو كان الزلزال قدر أنه يكون شقوق ويحرق قاع البحر أو المحيط، وبالتالي غرق تام لكل الشواطئ المحيطة ببؤرة الزلزال بأمواج ممكن يوصل طولها لعشرات الأمتار. وأخيرا تابع نشرات الأخبار بعد نهاية الزلزال واعرف آخر تعليمات وإرشادات الجهات الرسمية، لأنهم ساعتها حيكونوا المصدر الرئيسي والمعتمد لكل المعلومات. الحقيقة الوضع فعلا بقى مخيف جدا على كوكب الأرض خلال الفترة دي من الزمان، لكن بالرغم من الأحداث المرعبة اللي بيتم الإعلان عنها تقريبا بشكل أسبوعي من تباطؤ دوران مركز الأرض والزلازل اللي بتحصل حاليا، لا نملك إلا الدعاء بإن الأيام اللي جاية تكون أفضل على الحضارة البشرية من اللي بنمر بيها في وقتنا الحالي. لكن السؤال دلوقتي، هل تعتقد إن التويتة الغريبة اللي تم الإعلان عنها وراها سر غريب غير مجرد تنبؤ صادف إنه يحصل خلال مجرد ساعات؟ مستني أعرف رأيكم في الكومنتات. لو استمتعت برحلتنا ما تنساش اللايك، ولو بتشوفنا للمرة الأولى ما تنساش الاشتراك في القناة أو بحجز مكان مميز على متن سفينتنا الفضائية من زرار الانتساب تحت الفيديو، واللي هيخلينا ننطلق مع بعض في رحلات أكتر لغزو الفضاء الكوني العميق. واشوفكم الحلقة الجاية مع رحلة جديدة بين النجوم.